صبيحة 26 من دجنبر 2016 أفاق سكان دلتا نهر السنغال وبالتحديد منطقة الرياية بمركز جاكو على انطلاقة مشروع الميناء متعددي الاختصاصات الذي تم وضع حجره الأساس في ذلك اليوم بتكلفة للدولة الموريتانية بلغت 352 مليون دولار أمريكي. وتقوم بتنفيذ هذا المشروع الشركة الصينية بوليتكنولوجي ويقع قبالة مدينة سانلوي السنغالية، وهو ميناء عسكري تجاري وسيساهم في تعزيز جهود التنمية في هذه المنطقة حسب الدولة الموريتانية. كما سيوفر ميناء جابو إمكانية فتح طريق للنقل عبر نهر السنغال على مسافة تقارب 15 كيلومتر من الميناء لتموين المدن الموريتانية الواقعة على النهر وحتى جمهورية مالي. وميناء جابو الذي لا يبعد أكثر من 170 كيلومتر من العاصمة نواكشوط و40 كيلومتر من مدينة كرمسين سيضم ميناء عسكريا ومحطة للرسو من جانب ومنصة للإبحار وميناء للصيد يتكون من 7 منصات للإبحار وورشة لإصلاح البواخر تبلغ طاقتها 70 باخرة للسنة ومحطة للبواخر التجارية بطول 80 مترا ونقطة للإبحار مجهزة للصيد التقليدي خارج الميناء. يضم بنايات عسكرية ويوفر الخدمات لمختلف عمليات الشحن والتزويد والتحميل والتفريغ. ويعتبر ميناء إنجاكو ذا طابع استراتيجي من الناحية الأمنية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية، في حين يرى آخرون ومهتمون بالقضايا البيئية أن هذا الميناء يشكل خطورة كبيرة تكمن في موقعه بجانب محمية دياولينغ التي باتت تهددها مجموعة مخاطر بيئية، خاصة في ضوء استغلال الغاز المكتشف أخيرا في المياه الموريتانية. مشروع ميناء إنجاكو أثار ضجة كبيرة لدى القائمين على تلك المحمية، وخلال زيارات استكشافية لمحمية دياولينغ وقفنا على التجاوزات الصارخة على البيئة في المنطقة الهشة، حيث تعتبر حظيرة دياولينغ المتضرر الأول من هذا المشروع حسب بعض الخبراء الذين التقينا بهم في المحمية. وللاطلاع على وجهة النظر الرسمية حول الموضوع توجهنا إلى الوزارة المعنية من أجل الوقوف أكثر على مدى الوعي بالانعكاسات البيئية لهذه المنشأة على محمية دياولينغ والمناطق المجاورة لها بالمقارنة مع التكلفة الباهظة لصيانة الميناء وما قد يسببه من كوارث بيئية لا تحمد عقباها. ما علمي أنا شخصيا أنهم مقرب قريب المدى ولا أعرف المدى المتوسط موجود، هذه منشأة اقتصادية دور يخلق ربطها شبكات الكهرباء شبكات الطرق وحتى سيضم تقمام سكك حديدية يقير هي مخصصة للنشاط اقتصادي يقد يعدلهم ذو المؤسسات اللاصقة على النشاط الصيد مثلا كيف تلاقي لنا مصانع تحويل الأسماك والله مؤسسات لا عاد بهم سكن لا لا عاد سكن العمال ذيك المؤسسة يقار عودان إنشاء مدينة خاصة حول الميناء هذا ما مخطط الوار الميناء ما هو قابل منطقة جابلين كاملة هو لا جارها يخلق فم انعكاس دور تتعقل ذيك الطبيعة مع ذا الميناء هو قضية تعايش والأسماك كذلك الأسماك هو ما معدل في حظير تارقين وما معدل الشطب والبراصة اللي أصلا هم محميات بيولوجية فيهم توازن بيئي هو لا جانبهم طبعا إنشاؤه هو ودراسته قابضة بعين الاعتبار ذوك الجيران اللي هو الشطب والجاولينغ وقابضة بعين الاعتبار في عمق البحر المدي شن هما ذوك ذاك الإيكوسيستم ذاك التنوع البيولوجي اللي موجود في المنطقة وخرص هذا مزاياه والاقتصادية بالنسبة دوك دوك المناطق البيولوجية الحساسة ونجبر النو قد يتعقلا ذا كامل يتعقلا لاما الميناء والنشاط الاقتصادي ومرور السفن وشيء ممشاه وجيها أضواءها أصواتها مع الحياة البيولوجية. هذا وقد بات واضحا حسب الخبراء ما قد يسببه ميناء إنجاكو من أضرار كارثية على المحمية. maintenant concernant les impacts du port dans l'arrondissement d'Indjago on va commencer d'abord par le Diaoling
c'est-à-dire les voitures qui passent sur le littoral, il y en a tellement beaucoup et ils font beaucoup de bruit. Et la route, elle est vraiment détériorée, elle n'est plus bonne. Donc au niveau du parc, ça va faire beaucoup, beaucoup d'impact. Et les oiseaux qui sont là-bas ne seront plus tranquilles. En plus, sur le littoral, en Diago, par exemple, il y avait des villages, des maisons qui étaient un peu sur le littoral. Aujourd'hui, toutes ces maisons, à cause de l'érosion côtière, ils ont été démolis. Et la remarque que nous avons faite, c'est avant le port, la mer avançait un peu. Mais après, au moment en tout cas de la construction du port, on a vu que l'érosion côtière a accéléré. Et donc cette accélération a fait que beaucoup des gens qui habitaient sur la rive se sont déplacés dans l'autre côté. Et d'ailleurs, avant, on avait interdit cette construction. Et maintenant, vraiment, avec l'érosion côtière, notre vie est devenue en danger. Et donc, c'est la remarque que nous, on a fait. Même si, scientifiquement, ce n'est pas prouvé, mais avec nos propres yeux, nos remarques, c'est exactement nous ce qu'on a remarqué, que vraiment, il y a une accélération très avancée et qui fait que vraiment, les eaux côtières et les cordons du Nord ont carrément presque disparu. Et donc, ça, c'est un constat que nous avons fait. Et surtout que l'étude d'impact environnemental n'a pas été faite. Et donc, forcément, donc, les gens ne pourront pas vraiment faire des préventions. C'est comme ça que ça s'est réussi. Et maintenant, voilà, c'est comme ça. قام الموقع المختار لبناء الميناء موقع هام لتعشيش السلاحف البحرية والطيور القادمة من كل حدب وصوب، بالإضافة إلى أن التلوث الصوتي والعضوي الناجم عن الصناعات ذات الصلة وحركات النقل في قلب الحديقة المحمية سيدهور الأنظمة الإيكولوجية وتدمير التنوع البيولوجي وإضاعة جميع جهود الحفظ التي بذلت منذ عام 1990. إذن فالأمر خطير جدا والوعي البيئي لا يزال غائبا، وكذا حملات المناصرة للقضايا البيئية بفعل غياب صحافة متخصصة تسمع الصوت قبل الفوت في مجال البيئة البحرية وما يهددها من انتهاكات خطيرة. فبوجود صحافة تهتم بالقضايا البيئية سيمكن من وضع حد لهذه التجاوزات في حق البيئة.